تشيلي، هل أنت بخير؟ بكل صراحة، في أرض الأطفال ألهيت نفسي باللعب مع مامبو كي لا أودعها. أعلم أن الفراق صعب، لكن ابتعاد صديقي عنا لا يعني أبداً أننا سنودعه إلى الأبد. هذا حقيقي؟ يمكنك الاتصال أو المراسلة أو حتى زيارتها. لا أظن أن هذا وضع سيء. لقد استمتعنا أنا وأنت يا صديقي الصادق، ولكني أريد الأفضل لك، فوداعا سنقول. لا يعني الوداع الآن أنه وداعا للآباء. أعلم أني لك دوما سأتوق، وداعا يا خالوق صديقنا الصادق. اشتركوا لتجدوا فيديوهات أكثر، وتابعوا ديزني جونيور لمشاهدة عروضكم المفضلة.